السؤال الأولاني، واحد خبط عليك افتح له، لأن أنت لو ما فتحتش هيقعد يخبط، أنت ذهنك اتشتت خلاص، لا أنت صليت ولا فتحت. فالأفضل إن أنا أفتح أشوف عايز إيه وأخلص حكايتي وأرجع لصلواتي. ممكن أثناء الصلاة أقفل الموبايل، يعني سواء كنت في بيت أو كنيسة، يبقى أوف لاين، مش مجرد يبقى مفتوح وفايبريشن ولا سايلنت، لا ده اوف لاين، لان مش عايز حد يزعجني. لكن حد خبط عليا، افرض انا شغال في شغلي وفي بريك قعدت بصلي بالاجبيه وحد خبط عليا، مفيش مانع، مفيش حاجه، في منتهى البساطه يعني الدنيا، وارجع لربنا تاني. اما حكايه ان بغصب نفسي دي ذبيحه، يعني لو انا مزاجي حلو ورايق وبصلي صلاه مقبوله وجميله، اقرا كتاب مقدس وانا منسجم، ده جميل. لكن لو انا نفسي مسدوده وعندي فتور وبغصب نفسي على القراءه وبغصب نفسي على الصلاه، تحسب امام الله ذبيحه حب، ان انا بغصب نفسي على حاجه انا مش عايزه مش استسلم راغبها. لاحساس الفتور ده. بالظبط. تمام يا سيد.